صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجب قضاء الفوائد في الوقت وعلى الترتيب؟ نعم، الفوائد من الصلوات يجب المبادرة بقضائها على الترتيب ولا يأخرها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا يؤجلها، يبادر بالقضاء مهما استطاع. نعم.